وما هي صيغ الاستغفار؟ للاستغفار صيغ كثيرة، فينبغي للمسلم أن يواظب على هذه الصيغ ويأتي بها في كل وقت وفي كل حين. من صيغ الاستغفار: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. هذه صيغة من صيغ الاستغفار، ما حد ما يعرفها. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. من صيغ الاستغفار: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، ماذا يقول؟ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذه صيغة من صيغ الاستغفار: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. من صيغ الاستغفار ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار، للاستغفار سيد، سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ماذا يسمى هذا؟ يسمى سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، تبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال بهذه الصيغة 3 مرات من يومه موقنا بها فمات قبل أن يمسي كان من أهل الجنة. ومن قال بهذه الصيغة 3 مرات من ليلته موقنا بها فمات قبل أن يصبح كان من أهل الجنة. من قال بهذه الصيغة 3 مرات من يومه وقت الصباح: أستغفر الله العظيم، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، تبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال بهذه الصيغة 3 مرات، ثلاث ما مرة ولا مرتين، 3 مرات من يومه وقت الصباح موقنا أي مصدقا بها فمات قبل أن يمسي، قال موت قبل أن يمسي، قبل المساء، كان من أهل الجنة. ومن قال بهذه الصيغة كم مرة؟ 3 مرات من ليلته من المغرب، من ليلته موقنا بها فمات قبل أن يصبح كان من أهل الجنة، أي مصدقا بهذا الدعاء وعند الثقة بأن الله سبحانه وتعالى يغفر له، ومات وقال موت قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. من صيغ الاستغفار: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. من صيغ الاستغفار: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال بهذه الصيغة ثلاث مرات حين يأوي إلى فراشه، حين يأوي إلى فراشه عندما يريد النوم، وقال بهذه الصيغة كم مرة؟ ثلاث مرات: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر، وإن كانت مثل عدد ورق الشجر، وإن كانت مثل عدد أيام الدنيا. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صدق، يجب علينا أن نصدق بهذا الشيء. من قال بهذه الصيغة ثلاث مرات حين يريد النوم عندما يريد ينام، يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر، وإن كانت ذنوبه مثل عدد ورق الشجر، وإن كانت ذنوبه مثل عدد أيام الدنيا. ومن صيغ الاستغفار: أستغفر الله العظيم من كل ذنب تبت إليه ثم عدت إليه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه. إيش معنى هذا؟ تستغفر الله عز وجل من كل ذنب، أنت كنت قاطع أرحامك وخلاص تبت من قطيعة الرحم، وتسوي نية أنك لا تعود إلى قطيعة الرحم مرة ثانية. أستغفر الله العظيم من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، ثم عدت مرة ثانية إلى قطيعة الرحم. فتستغفر الله عز وجل عشان الله تعالى يغفر لك. أو أنت كنت تشرب الخمر واستغفرت الله عز وجل من شرب الخمر وتبت من الخمر، ثم بعد شهرين أو بعد ثلاث شهور أدهابك الشيطان وأغراك وعدت إلى شرب الخمر، فتستغفر الله عز وجل من تلك المعصية ثم عدت إليها مرة ثانية، وتسوي النية على أنك لا تعود مرة ثانية إلى شرب الخمر. هكذا: أستغفر الله العظيم من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه. أستغفر الله من كل فعل، من كل عمل أردت به وجهك فخالطه غيرك. يا الله، أنا أستغفر الله منك، صليت في المسجد عشان الناس يمدحوني من أجل الرياء، ما خاص لوجهك، فأستغفر الله عز وجل من هذه النية، وتائب إلى الله تعالى على أني لا أصلي للناس عشان يتكلموا أن فلان يصلي ومحافظ على صلاته. أستغفر الله من هذا الفعل. أو أني يا الله انفقت مال، صدقت على حد من الفقراء، انفقت عشان الناس يثني علي وعشان الناس يقول أن فلان كريم. أستغفر الله العظيم من هذا الفعل الذي أردت به وجهك فخالطه غيرك، أي خالطه غيرك، خالطه مدح الناس. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. أستغفر الله من كل فعل محرم، من بطش اليدين، يا الله نصحتني، يا الله نهيتني عن معصية اليدين وأنا بطشت بها بالحرام. أستغفر الله العظيم عن مشي القدمين، مشيت بالقدمين إلى مكان محرم. أستغفر الله العظيم من نظر العينين، يا الله نصحتني، يا الله نهيتني عن أنظر إلى العورات، عن أنظر إلى النساء بشهوة وعيني زنين. أستغفر الله العظيم من زنا العينين. أستغفر الله العظيم من الشم المحرم. أستغفر الله العظيم من سماع شيء المحرم التي يسخطك، يا الله. هكذا يعقد النية ويتوب ويستغفر من كل فعل، من كل فعل خالف فيه الحق. أستغفر الله من المعاصي، فإنني لا شك عبد عاصي. أستغفر الله من العينين، أستغفر الله من بطش اليدين، أستغفر الله من سماع الأذنين، أستغفر الله من المشي بالقدمين إلى الحرام. هكذا يعني، ويعقد النية على أنه لا يعود إلى الذنب كما لا يعود إلى المعصية مرة ثانية.